كان في مهرب مخدرات محترم كده، كان بيتاجر في الكراك كوكايين. الشرطة كانت بتطارده، فدخل الشخص ده هرب منهم وقام داخل المطعم. الشرطة ايه وراه على طول، فقام رامي الكراك بتاعه في قلاية الزيت. طبعا الشرطة مش عارفة تاخد الكراك المرمي في الزيت ده في الوقت ده. لحد بعد كده عرفنا طرق الاكستراكشن، ازاي بنعمل اكستراكشن. جبنا اللي الشكل اللي في الصورة ده جبناه، وقاموا عملوا ايه بقى؟ طبعا الزيت كان في ايه؟ كان في كراك، وقاموا حاطينه في البيركوليتور، حطوا الزيت مع الكراك، وبعد كده حطوا مين؟ حطوا ال HCl. حلو يا عم. طبعا خلي بالك الزيت هو الجزء اللي فوق، الزيت بالكراك هو مين؟ هو الجزء اللي فوق، الزيت بيطفو، وال HCl هو الجزء اللي ايه؟ هو الجزء اللي تحت. حلو معايا؟ حلو معايا. الكراك اللي فوق ده خد هيدروجين من مين؟ من ال HCl. خد ايه؟ خد هيدروجين. فالكراك اما خد هيدروجين بقى كده ايه؟ بقى سولت، بقى كراك HCl. حلو. طبعا كراك HCl اللي هو مين؟ اللي هو الكوكايين، اللي هو السولت. طبعا السولت بيعمل ايه؟ بيحب الجزء الاقوس، مش بيحب الجزء الزيت، مش بيحب الجزء الاورجانيك، بيحب الجزء الاقوس. فالكوكايين HCl نزل في الطبقه ايه؟ نزل في الطبقه دي، وعمل في الطبقه دي كوكايين HCl، وجزء الزيت سابه لوحده فوق. الكوكايين HCl ده ايه اللي يحصل فيه؟ انا بقى بالتاب دي ابدا افتحها وابدا انزل كوكايين HCl، وسيب الزيت مرمي في الجزء ده. معايا كده كوكايين HCl اللي موجود في الجزء اللي تحت. طبعا هو كوكايين HCl، والراجل كان رامي كراك، مش كان رامي كوكايين HCl. انا عايز الكراك، عايز اللي اترمى. طبعا هتضيف انت NaOH، لان NaOH تعمل ايه؟ تعادل HCl اللي موجوده، فتبدا تديك كراك. نفس الصوره دي، ادي الزيت اهو، وكان في كراك، وادي ال HCl اللي انا ضفتها. طبعا ال HCl نزلت تحت والزيت فضل ايه؟ فوق. ابدا اعمل ايه؟ ابدا رج الاتنين مع بعض. ليه ببدا ارج؟ عشان اخلي جزء من الكراك يروح هنا، يروح في الطبقه دي. طبعا جزء من الكراك راح للطبقه دي اللي هي ال HCl، لطبقه ال HCl، وعمل كوكايين HCl اللي هو السولت، وساب الزيت نتيجه الرج اللي حصل ده. ساب الايه؟ ساب الزيت. بقى هنا الكوكايين HCl. طبعا قلت لك الزيت هيفضل هنا، والكوكايين HCl لما انت تفتح الحنفيه دي هتبدا ايه؟ تنزل كوكايين HCl. هتضيف NaOH عشان تعادل ال HCl اللي موجوده، فتبدا ترسب لك